باص المواطن الله يكون في العوان ديالو كما تشوفوا الخضره شاعله في العافيه ديال بصح. لما الدرويش مسكين ما بقاش يعيش ب 100 درهم تتقدوش 100 درهم تاخذ من السكين والسكين ومن الحاجه 100 درهم عاد بزيد اللحم ب 90 درهم عاد بزيد الدجاج اليوم صباح ب 20 درهم 20 درهم الصباح الكيلو في سوق السلام في الحي محمد الدرويشه تطلع القفه ب 200 درهم وكاين اللي مأزم مسكين كاين اللي تيبيع وشري يدير فراشه كاين اللي تلقاه خد عساس ديال باركين بالليل كاين اللي مسكين تيبيع كلينيكس تتشهى الجلبانه ياكلو ما عندوش باش يشريها الجلبانه صاحبها اليوم دايره 360 ريال الكيلو اللوبيا صاحبها دايره 340 الكيلو مطيشه غير في السوق النموذجي ديال دار الامل البركه دايره 260 اما في المعارف والنواحي دايره 300-340 ريال باش ياكلوا عباد الله تما الكيلو والكاليتي ديال المطيشه البصله 7 دراهم الكيلو قد دخل تقاب 10 درهم باش يبيعوا 9 درهم بلاصه اخرى انفو تطلع المازوت تطلع الاسعار ديال المواد الغذائيه ديال الترانسبور ديال الخضار ديال كلشي تطلبوا بالسيد رئيس الحكومه الله يجازيه بخير باش يتدخل ويشوف من حال المواطن المواطن مسكين مأزم وبالاخص هاد الناس اللي تيبيعوا تخصيط ديال الخضره غتبقى الشيطان عليه الصباح تيلوحه تتخسر ليه الخضره ما تباعش في 24 ساعه راه تتلاح للزباله. التفاح كاينه 15 درهم، كيوي 18 درهم، الخضره اللي غاليه دابا هي كيوي، يعني كيوي اللي مصدرينه الناس كيبيعوا فيه هنا ب 15 درهم، ومطيشه هنا راه دايره 15 درهم. والله يهدي هاد الناس على الدرويش، الله يهديهم وصافي، راه بدا المسكين رمحن، الدرويش رمحن، واش كيدي شويه شويه كتقول لي 100 درهم، راه لا اله الا الله، الدرويش راه مأزم بزاف، واش القفه كطلع لك 150 درهم شويه ديال الخضره 150 درهم، باقي غنتزوج انا، راه ما يمكنش لي غنتزوج، راه كلشي غلو، راه خلوك شي مستطاع باش تزوج راه ما يمكنش، راه ما كروش كلشي غيوضرو، تا ما بقاش كتخسر ولا السلعه كتخسر لينا، هاي السلعه كاع خماجت، اسمح لي، ها انت السلعه كاع كتخماج، بنادم يعني الدرويش راه ما بقاش قاد يشري، راه ولينا كنجيبو السلعه كنبقاو نشوفو فيها.